بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجي سي إي. ها نحن نلتقي طلابي في هذا الأسبوع للحديث عن فيلم الأيدي، فيلم الثلاثة يشتغلونها. وهذا الفيلم طلابي هو من الأفلام المصرية التي تعالج العديد من القضايا في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام. ولعل من أهم القضايا التي يعالجها هذا الفيلم هو موضوع أو عدة مواضيع، من أهمها تربية الأبناء، التعليم. وهناك لفتة عن النقاد أنهم تحدثوا عن هذا الفيلم، ولكن لعلنا نقول تدور قصة الفيلم حول فتاة بسيطة اسمها نجيبة، وقام بدور نجيبة ياسمين عبد العزيز. وهذه نجيبة متفوقة في الدراسة، وتحصل على علامة 101 من 100 في الثانوية العامة، وتكون الأولى على الثانوية العامة في مصر، ولكن يتم طرد والدها من المصنع الذي كان يعمل به، فتذهب هي للعمل كمدرسة بمدرستها القديمة التي كان المعلمين والمعلمات والإدارة تعرف نجيبة ومدى حرصها على التعليم والتعلم. وفي ذات الوقت كانت تدرس الآثار في الجامعة. نجيبة تتعرف على 3 رجال، ولكن قبل الحديث عن الرجال الثلاثة كما قال النقاد عن هذا الفيلم، نقول بأن نجيبة هي تمثل مصر في الحقيقة، والرجال الثلاثة الذين تعرفت عليهم نجيبة هم الثلاثة الذين الحالات التي أرادت أن تحكم مصر آنذاك. فالأول هو نبيل، وهو شاب مستهتر يرى أو يريد أن ينجح، ويوعد نجيبة بالزواج إذا جعلته ينجح، فتغششه بالامتحانات وينجح، وهي تسقط، ولكنه لم يخطبها ويخطب فتاة أخرى. وهنا تتحدث عن المال في الموضوع والاقتصاد وهذه الطبقة. أيضا تتعرف على شاب ثاني، وفي الشاب الثاني هذا خالد نضال، والمعروف باسم خالد، هو الذي يناضل من أجل حب الوطن والناس البسطاء ودعم المحتاجين، وهو يدلل على فكرة الطبقة الكادحة في المجتمع. وبعدها أنه تكتشف أنه كاذب في تصرفاته، ويريد أن يستغلها لتقوم بمظاهرة كبيرة في المجتمع، ولكن يتم إلقاء القبض عليهم كما ستشاهد في الفيلم طالب العزيز. بعد ذلك تتعرف على شاب ثالث، وهو الشيخ دين، الشيخ عامر، ويقوم باستغلالها بأفكاره الدينية، ويعمل لها برامج وقناة دينية. وعندما تقوم هي بعمل شيء منافي في الجامعة بتكسير التماثيل، هو يتخلى عنها وكأنه لا يعرفها ولا كأنه تعامل معها على الإطلاق. فنشاهد طلابي بأن نجيبة تمر ب3 مراحل، في كل مرحلة كانت تؤثر على نجيبة، كانت نجيبة في المقابل تؤثر على طلبتها في التعليم. فعندما كانت في المرحلة الأولى مع الشاب نبيل كانت تؤثر على الطلبة من حيث اللباس، من حيث الأداء، من حيث السلوك. وعندما التقت بخالد المكافح الذي يطالب بالحقوق، الذي يريد أن ينصف الناس، الذي يريد أن يعطي الحقوق للناس، أيضا تؤثر على طلبتها، وهنا التأثير على الطلبة في عمر معين. وأيضا عندما تعرفت على شيخ الدين أيضا أثر عليها، فأثرت هي على أهل بيتها، ومن ثم في كل مرحلة تؤثر على أهل بيتها وعلى البيئة التي تعمل بها نجيبة. هذا طلابي مجمل الحديث عن فيلم الثلاثة يشتغلونها. فيلم ممتع، فيلم فيه موضوعات كثيرة تطرح وتناقش، لذلك علينا أن نكون يعني على دراية بهذا الموضوع، وأننا سنكتب به ما يقارب 400 كلمة بإذن الله، كما أننا سنقوم بمشاهدته في الأيام القادمة من خلال الحصص الأسبوعية المعطاة لكم. هذا طلابي مجمل الحديث، دمتم برعاية الله، وإذا كان لديكم أي استفسار عليكم التواصل من خلال الإيميل.
دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.